واحد الدورة تكوينية هي الأولى من نوعها، غادي تمتد على واحد 4 أيام ديال العمل. الجمهور المستهدف هو واحد العدد ديال 52 أستاذ ديال كلية الطب والصيدلة بالرباط، اللي غادي يكون عندهم واحد التكوين في ميدان المحاكاة الطبية، اللي هي واحد أسلوب من الأساليب البيداغوجية النشطة والمبتكرة. هاد التكوين كيشرف عليه 20 خبير مغربي ودولي، والمبتغى ديال هاد الدورة التكوينية هي تطوير الكفاءات ديال الأساتذة ديالنا في ميدان المحاكاة الطبية وميدان الأساليب البيداغوجية المبتكرة لي بيداغوجي أكتيف، وهو تعزيز جودة التكوين في ميدان علوم الصحة. على مدى 4 أيام غنقوموا بالتكوين، غيتعطى الأساتذة لكلية الطب والصيدلة بالرباط. هذا التكوين غيشمل المحاكاة، يعني لا سيمولاسيون اون سونتي، يعني كنحاولوا نعطوهم المبادئ ديال هذا العلم اللي ماشي جديد على المغرب، يعني كنحاولوا باش حتى الأساتذة يكونوا مكونين باش يقدروا يدوزوا هذا العلم هذا ولا هذا التكوين هذا، يعطوا الطلبة ديالهم على أكمل وجه.